بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أعرفكم أخوكم أنا أبو علاء السندي، طبعا معرف أنا يعني أعطيكم العافية. فجينا اليوم حديقة اسمها جناح بارك. جناح بارك هذه فراول البندي، طبعا حنشوف إيش فيها بإذن الله تعالى، وراح ننزل لكم الفيديو هذا وإن شاء الله تنبسطون. طبعا هي ما شاء الله حديقة باين عليها كبيرة، جناح بارك هذه قبل ايوب بارك. طبعا قبل يومين رحنا في ايوب بارك، اليوم جينا في جناح بارك نشوف ايش فيه وايش ما فيه، وباذن الله ان شاء الله حاعطيكم التفاصيل. طبعا ما شاء الله في مطعم ماكدونالدز وفيها مواقف سيارات، هذه كبيره ما شاء الله تبارك. طبعا دخول السياره 30 ريال، وهذا مقابلنا ماكدونالدز ما شاء الله، فيها المطعم ما شاء الله موجود، وحديقه كبيره باين عليها. باذن الله راح اعطيكم التفاصيل وتعالوا خلونا نشوف. هذا هو المطعم ماكدونالدز، هذا في جناح بارك. طبعا زي ما قلنا هذه مواقف سيارات كبيره ما شاء الله تبارك الله، مرتبه ونظيفه. طبعا من هنا الدخول، وكذلك ما اظن انه فيها السينما كمان، هذه السينما. اشتاق ما شاء الله تبارك الله، لقينا حديقه جميله وممتعه ما شاء الله، ممتازه للعوائل ما شاء الله. شوف لقينا الجره الكبيره ما شاء الله تبارك الله، شوف المنظر هذا، وفي ابراج هناك شايف العلامه دي، هذه العلامه كان يشبهني في ابراج امريكا اللي كانت في نيويورك. طب ما شاء الله زي ما انتم شايفين منتزه كبيره يعني فخمه ما شاء الله ومحترمه ما شاء الله ونظيفه نفس الوقت. ما شاء الله تبارك الله شيء جميل يعني، المنظر رائع صراحه، المنظر رائع. بيعطيك راح اعطيك برضه كمان تفاصيل اكثر واكثر باذن الله تعالى. طبعا زي ما قلنا لكم شوف الجره هذه ما شاء الله تبارك الله، بذكرني بايام زمان في الباديه ما شاء الله. شوف الاشكال والوعي، طبعا هذه اربع ما شاء الله تبارك، شوف المنظر رائع. يا سلام، شايفين المنظر ما شاء الله تبارك الله. شوف الحديقه، الحديقه ما شاء الله كبيره وجميله ما شاء الله تبارك الله. والله ما شاء الله تبارك الله، منظر خرافي وصراحة حديقة جميلة ما شاء الله تبارك الله. شوف ألوان، ألوان الأشجار شوف ما شاء الله، وعلى الطبيعة منظر خرافي. يا سلام، والله حديقة جميلة ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف الدراجة الرهيبة ما شاء الله، المنظر. طبعا هذا بياخذ لفة كاملة عن الجولة الحديقة ما شاء الله تبارك الله. شوف طبعا المركبة الأولى بيقول لك 150 روبية تاخذ جولة كاملة. طبعا هذه صغيرة لحالها، الدراجة هذه اسمها لحال، وهذه 250 روبية تاخذ جولة كاملة عن الحديقة كاملة. يلا. طبعا شوفوا ما شاء الله ركوب الخيل ما شاء الله تبارك الله، طبعا هذا 200 روبية تاخذ جولة داخل الحديقة. هذا الحصان ما شاء الله تبارك الله، وفي نوعين كمان، شوف النوعين ما شاء الله تبارك الله كبيرة يعني نظيفة مرتبة يعني ما شاء الله تبارك الله. هذه بتاخذ جولة كاملة في الحديقة، تاخذها اللفة ب 200 روبية. ركبنا عليه، هناخذ جولة كذا صغيرة عن ال ما شاء الله ممتع في ركوب الخيل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، هنا وسط الحديقة يعني وسط القلب عند الفيل هذا ما شاء الله تبارك الله. وشوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا المنظر والله منظر خرافي، وعلى الطبيعة يا سلام، ويفتح النفس وتسمع أصوات الغراب يا سلام. بس المنظر هنا شوف هذه الوصلة يا سبحان الله، وعلى الطبيعة ويفتح النفس يعني حديقة ما شاء الله تبارك ممتعة. وهنا الملاهي، دحين حندخل جوة الملاهي حنشوف ايش فيها العاب يعني بصراحة حديقة ممتعة ما شاء الله تبارك الله، منظر خرافي صراحة، منظر على الطبيعة يا سلام. تشوف اسلام اباد، هذه اسلام اباد اللي بيتكلمون عنها، كيف اسلام اباد؟ هذه اسلام اباد، منظر على الطبيعة ما شاء الله تبارك الله.
شاء الله تبارك الله. شوفوا 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 المنظر، منظر غراب، اسمع صوت الغراب، يا سلام. شوف الورود على الطبيعة، يا سلام. الأشجار الورود على الطبيعة، يا سلام. اللي يقولوا على اسلام اباد، هذه هي المنظر اسلام اباد. شوف المنظر، شوف المنظر، ما شاء الله تبارك الله. شيء مرتب، شغل والله نظيف. شوف كله ما شاء الله، حتى الاراضي سيراميك كمان، ما شاء الله تبارك الله. شوف المنظر من نظافة الحديقة. شوف حتى العمال ما شاء الله حقون النظافة موجودين ما شاء الله. شوفوا الشجرة، هذه أكبر شجرة في الحديقة. شوفوا الشجرة قديش كبرى ما شاء الله تبارك الله. والشجرة الثانية هذيك ما شاء الله تبارك الله، أشجار كبيرة ما شاء الله. والله المنظر يا سلام، والله شيء يفتح النفس صراحة في الحديقة هذه، يفتح النفس. وأنظف من حديقة أيوب بارك وجويلاند اللي رحنا لها، هذه أنظف منها. جناح بارك ما شاء الله تبارك الله أنظف منها صراحة، مرتبة ونظيفة وشغل نظيف مرتب، يعني حتى الواحد بيجي هنا والله حيتمتع بإذن الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله، شوف شغل الحديقة ونشوف كيف مرتب ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، هذه ملاهي صغيرة طبعا من داخل حديقة الجناح، العاب الاطفال ما شاء الله تبارك الله، فيها العاب يعني حلوه صغيره يعني. وهذه السفينه وهذه الدواره. طبعا هنا في ملاهي مجانا بعضها، في العاب الشباب يسوون الرياضه هنا مجانا. طبعا هنا ما شاء الله تبارك الله في بعض الطيور موجوده في اربع قفاص، هذه ما شاء الله. شوف الدجاج هنا، هنا كلها دجاج ما شاء الله تبارك الله. وهذه بضغان الصغار ما شاء الله تبارك الله، الطيور ما شاء الله تبارك الله، الوان يا سلام، اسمع اصواتهم ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا مكان الألعاب، هنا أنا شايف ألعاب مجانا. وشوف العربة هذه ما شاء الله تبارك الله، بياخذ لك لفة كاملة عن الجولة فيها. وبرضه فيها سوبر ماركت ما شاء الله، شوفوا هنا سوبر ماركت صغير. بشوف العربة ما شاء الله تبارك الله، يا جمال العربة ذكرني في أيام زمان، أيام قائد أعظم كانوا يسوقون هذه العربة ما شاء الله تبارك الله. صراحة منظر جميل. يا سلام، شوف المنظر جميل ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الملاهي بالفلوس، اول كانت اللي هناك مجانا عند العاب الاطفال، هناك مجانا. وهذا قسم التذاكر. هذه هي ملاهي ما شاء الله تبارك الله، يعني صغيرة لا بأس. طبعا ما شاء الله تبارك الله في داخل الحديقة، يعني ايش لقينا ما شاء الله تبارك الله. هنا في شيء الأولاد بيلعبون كركت، وفي كرة التنس كمان بيلعبون، وكرة السلة برضو هناك. الشباب بيلعبون كرة ايش اسمه عفوا الكركت بيلعبون، وهنا كرة القدم هذه برضو في داخل الحديقة. هذه في داخل الحديقة بيلعبون كمان كرة القدم، طبعا لسه الشباب ما جاوا لعبوا. طبعا في ملعب هي كبيرة ما شاء الله، زي ما قلنا الحديقة ما شاء الله ممتعة. طبعا هنا الشباب يتمرنون على كرة على كركت، بيلعبون كركت هنا ويتمرنون هنا. شوف تمرنوا في اللعب هنا تدريب ما شاء الله تبارك. شوف المكان هنا جميل، هنا بيجلسون الشباب ما شاء الله. شوف المنظر،
المنظر ما شاء الله تبارك الله، شوف المنظر. طبعا هنا في قسم ألعاب برضو هنا للأطفال، هنشوف ايش فيها. شوف ايش حصلنا هنا، ما شاء الله. شوف الملعب هذا، بولينج اللي بيرمي الكرة بيده من هنا. وهنا كذلك شوف أطفال يلعبون هنا في داخل. طبعا هذه برضو في جلسات هنا تحت المطعم اللي بيطلب بيتزا وبرجر هنا. هذا المطعم الصغير. طبعا هذا مدخل من هنا ما شاء الله، شوف العلم كله موجودة، علم البلدان. شوف طبعا هذا القطار الصغير بياخذ جولة صغيرة داخل الحديقة. هذا الايس كريم، هذا المطعم الصغير عنده طلبات الشاي وبرجر. طبعا هنا كذلك في لعبة تزلج، العاب بيلعبونها الاطفال ما شاء الله تبارك. هنا في بعض الحلا كمان موجودة ما شاء الله تبارك الله. شوف الورود الطبيعية الوان، يا سلام، شيء جمال جمال ما شاء الله تبارك الله.